قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها تقدر بقيمة 33 مليار جنيه، ويشمل المشروع القومي للطرق تطوير شبكة الطرق الحالية وتنفيذ 8 محاور على النيل وتنفيذ 10 كبار علوية. وأضاف عرفات في بيان له اليوم أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق يبلغ إجمالي أطوالها 896 كيلومترا بتكلفة 11 مليارا و200 مليون جنيه. وفي مجال السكة الحديدية أوضح الوزير أن تكلفة مشروعات كهرباء الإشارات تقدر بنحو 12 مليارا و4 ملايين أو 400 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة أعمال تجديدات وصيانة السكة الحديدية بتكلفة 6 مليارات جنيه.